طيب احنا عايزين نسمع حاجة بقى بس تكون بتاعتك انت. ماشي. كان من فترة كنت نزلت اغنية اسمها حبة صور، بحبها قوي، فممكن ممكن نسمعها. يلا. مش هبطل احاول انسى لحد ما انسى، مستحيل يجمعني بيك في يوم ما كان، مش هسيبك تاخدي عمري زمان وتمشي، واما تمشي تاخدي عمري الجاي كمان. اعمل ايه بحبه صور ما بينطقوش، كل انا مشتاق لهم ما بيشتاقوش، الا عاشوا لذكرياتهم طول حياتهم، لقيوا روحهم في النهايه ما بيعيشوش. اعمل ايه بحبة صور ما بينطقوش، كل انا مشتاق لهم ما بيشتاقوش، الا عاشوا لذكرياتهم طول حياتهم، لقيوا روحهم في النهاية ما بيعيشوش. هايل هايل. كلمات مين الأغنية؟ الكلمات كلمات صديقي محمود وحيد، وألحانك؟ وألحان الملحن محمد خلف. أغنية حلوة قوي قوي قوي، أنا من أكتر الأغاني اللي بحبها يعني. بتعتمد في شغلك دايما على أصحابك؟ مش دايما يعني. بس يعني الحاجات دي بتبقى راحة نفسية شوية، بس ساعات طبعا وساعات ما بنبقاش صحابه ويقلب بعد كده بقينا أصحاب، زي خلف مثلا لحن الاغنيه دي يعني. خلف احنا كنا اصحاب اصلا وعمل لي الاغنيه دي، في حد تاني مثلا لا ما كناش. الصعوبات اللي بتقابل يعني اي حد عايز يغني في البدايه كده؟ بصي دلوقتي بحس الصعوبات مختلفه، زمان كانت الصعوبات ان حد يظهر اصلا، دلوقتي العكس. لا طبعا انت ممكن تظهر كتير عادي جدا. بس ازاي هتفضل بقى؟ لان هو الناس بتنسى بسرعه قوي. انت ممكن اغنيه تعملها او حاجه تنزلها على السوشيال ميديا في ثانيه تبقى اشهر واحد في مصر، بعد كده يومين ثلاثه خلاص الناس بتنسى، لان السرعه بقت عاليه جدا جدا. فالناس بتنسى بسرعه لان الاغاني بقت كتيره او المعروض بقى كتير قوي. فدي اصعب حاجه انا بحسها دلوقتي. وانا لو ما طورتش نفسي برضو، حتى لو انا موهوب وعملت اغنيه كويسه وزي ما انت قلت سمعت على السوشيال ميديا والناس كلها سمعتها، لو ما طورتش من نفسي ودرست زي ما انت عملت بالتاكيد مش هكمل. طبعا يعني زي ما احنا بنقول هو الدنيا سريعه، فانت لازم تبقى دايما ملم او مطلع بس شويه على كل اللي حواليك، لان هو لو واحد قفل على نفسه كده لا هيحس ان هو حتى لما يجي يرجع للناس تاني مش هيبقى حاسس شويه باللي الناس عايزاه، او مش حاسس شويه ايه ذوق الناس دلوقتي حتى بقى عامل ازاي. تحب تسمع لمين يعني، او مش بس تسمع له، بتحب تغني لمين من المطربين الموجودين دلوقتي؟ والله بص انا ذوقي مختلف، انا بحب ناس كتير قوي. بس يعني أنا بتحسد حد كده مش بتحسده يعني، بس لو يا انا كان نفسي اعمل اغنيه دي، اغنيه دي حلوه قوي كان نفسي فيها. في اغنيه نزلت كده قريب حسيت كده، اغنيه نزلت قريب حبيت قوي اغنيه بتاعت حسين الجسمي بتاعت البنت العريض، كنت بحبها جدا. وانا بحب مثلا على الاصوات بحب ادم قوي قوي، حتى طبعا لما كنت في البرنامج غنيت له وتواصل معايا بعديها وبسطت جدا ان هو عجبه اللي انا قلته. بحب وائل جسار جدا. يعني في كام حد كده بالنسبه لي احنا هنسمعهم سمعنا حد ليهم.